بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة في المعالجات الدقيقة، المحاضرة الثالثة في المعالجات الدقيقة، وهي عنوانها التسلسل، كيفية التسلسل. التسلسل ببلينينج، قامت شركة انتل بتطبيق مفهوم اللي هو التسلسل من خلال تقسيم التركيب الداخلي للمعالج الدقيق 8086 الى جزئين. وحدة التنفيذ EU Execution Unit، وحدة تلاقي الناقل BIU. البي هذه اختصار لكلمة بص، والآي انترفيس، واليو اللي هو الوحدة اليونت، هذه باعتبارها وحدة تلاقي الناقل. هذين الجزئين يعملان متزامنين بحيث تتواصل البي آي يو مع الذاكرة والطرفيات، بينما تقوم الإي يو بتنفيذ الأوامر التي تم جلبها مسبقا. نعاود ونقول وحدة التنفيذ ووحدة تلاقي الناقل، الجزئين هذين يعملان متزامنين يعني مع بعضهم، حيث تقوم الأولى اللي هي البي آي يو مع الذاكرة والطرفيات، يصبح وحدة تلاقي الناقل تعمل مع من؟ تعمل مع الذاكرة والطرفيات، بينما الإي يو وحدة التنفيذ تقوم بتنفيذ الأوامر التي تم جلبها مسبقا. يتعاملن مع بعضهن، لكن كل وحدة تتعامل مع جهة، يعني وحدة التنفيذ هذه تقوم بتنفيذ الأوامر، وحدة تلاقي الناقل هذه تعمل مع الذاكرة والطرفيات. عمليات البي آي يو تعمل قبل الإي يو، يصبح وحدة أو العمليات متاع وحدة تلاقي الناقل تعمل قبل وحدة التنفيذ. طبيعي أنت التنفيذ بيجي في المرحلة الثانية، والمرحلة الأولى بتكون مع الذاكرة والطرفيات، بعد تنتهي المرحلة الأولى بعدين تبدأ في المرحلة الثانية اللي هي وحدة التنفيذ. زي مثلا على سبيل المثال نقوم بتنفيذ برنامج معين، قصدي إعطاء برنامج معين، فأنت بتقوم بالبرنامج وبتقوم بالأوامر وإعطاء الأوامر، وبعدين شين بتجي في المرحلة الثانية بتنفذ البرنامج، يعني مرحلة التنفيذ بتكون مرحلة تانية. لدى البي آي يو طابور انتظار سعته 4 بايت في 8086 اللي هو المعالج 8086، و8 بايت في المعالج 8088. ركزوا على النقطة هذه، لدى البي آي يو اللي هي وحدة تلاقي الناقل طابور انتظار سعته 4 بايت في المعالج 8086 و8 بايت في المعالج 8088. إذا أخذ تنفيذ أي أمر وقتا أطول سيمتلئ ناقل البي آي يو إلى نهاية سعته وسيتوقف عمله. إذا أخذ تنفيذ أي أمر وقتا أطول سيمتلئ ناقل البي آي يو إلى نهاية سعته وسيتوقف عمله. النقطة اللي بعدها، تستأنف عملية الجلب مرة أخرى عندما يتحصل على فراغ 2 بايت في الطابور.
يعني لما يتحصل على فراغ 2 بايت يستأنف عملية الجلب مرة أخرى. عندما يكون